نحيي الجميع اللي هنا وكنقدم لكم احترامات ديالي. بالنسبه للمقابله بكل صراحه كانت مقابله صعبه كثير، انها نادي اتحاد وجده، يعني بكل صراحه وداد مولوديه وجده، اسمح لي مولوديه وجده عندهم لاعبين جيدين كثر. الريزولطا اللي هما فيه ولا النقاط اللي عندهم ما كتعكسش لا كاليتي اللي عندهم في اللاعبين. كنا عارفين بان المقابله هادو صعيبه، لان هما من هذه المده هما كيقلبوا على 3 بوان، 3 بوان بالنسبه لهم تري شير، وكذلك نفس الشيء بالنسبه لينا حنا كنعرفوا بالاهميه ديال 3 بوان. حنا واحد الفريق كما كنقول دائما فريق فتي، تقلبنا واحد المهمه صعيبه بزاف، لان كيخصنا نخدموا مع لاعبين اللي صغار، لاعبين اللي شباب، اللي واحد 90% ديالهم اول مره كيلعبوا كيعرفوا شنو هي بريمير ديفيزيون، فخصنا اننا نكملوا لهم التكوين ديالهم على جميع الاصعده، وفي نفس الوقت في نهايه الاسبوع نحققوا 3 نقاط. وانتم كتعرفوا بانهم جوج ديال الاشياء ما كيتمشاوش مع بعضياتهم، لكن لحد الان يمكن لي انني نكون فخور بهم على التعامل ديالهم، على الطريقه كيفاش كيتعاملوا لا داخل الملعب ولا خارج الملعب ولا خلال التدريب. الفريق بدينا بواحد الطريقه جيده، كنا سباقين، كان بامكاننا نسجلوا، خلتنا لا كاليتي تكنيك، لان فاش كنوصلوا نديروا ان سونتر كنا مثلا ما تنديروش بالطريقه المثلى، مع العلم اننا كنا كنوصلوا الوقت اللي قذفنا المرمى ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، ما كادريناش مش استطعناش اننا نسجلوا. المقابل الفريق الخصم يعني في اول كود بياريتي تمكن من تسجيل هدف، كما لان هذا مره اخرى ما طيحش من اليدين ديال اللاعبين اللي بقاو كيحاولوا يديروا نفس العمل اللي متفقين عليه. كنظن لانه يمكن لي انني نكون سعيد بان بينوا على واحد الشخصيه كبيره. للاسف في الوقت اللي كننتظروا حنا، كتعرفوا بان الشوط الثاني خصوصا الفريق الا كان منهزم يكون عند المدرب امكانيات كتاح باش انه يلعب الكل. هذه الاشياء اللي كنديرها انا في الوقت باش كنكون منهزم، لكن ضمن داك لو كارطون روج صعب لنا الامور، صعب لنا كثير، يعني لان ولا عندنا الاسلحه باش يمكننا اننا نرجعوا في المقابله ولات صعيبه بزاف. لكن كنظن باننا خدنا بواحد الشكيله واتفقنا في لاميتون باش اننا رغم الهزيمه اننا ندخلوا باش نتعادلوا ونقلبوا على فيكتور، وهذا الشيء ما كانش يمكن له يتاتى الا بواحد التنظيم تكتيكي، واحد لو كومبرومي ديال الطريقه ديال لانيماسيون اوفونسيف وكذلك لانيماسيون ديفونسيف اللي كان خصها تكون يعني متقنه، مي خصوصا يكون لو كوتي مونطال طالع بزاف، لانه بواحد اقل كنت منازم باش انك ترومونتي لو سكور ولا تجيب تعادل، كيخصك تضرب بزاف دير بزاف تضرب بزاف ديال التماره، يعني لي زافور كان خصنا اننا نكونوا واجدين ليهم، وكذلك حتى في الصعوبات كخصنا كان علينا اننا نكونبونسيو بلو كوتي مونطال ديالنا. بالمره واحده اخرى يمكن لينا نكون فخور بهاد اللاعبين، لان شفتوا كيفاش ابتداء من الدقيقه الاولى كيفاش تعاملوا وكيفاش ما كانش باين اصلا بان كنا منهزمين او كذلك منقوصين من لاعب. فكنظن لاعبين شباب اللي وصلوا انهم يلعبوا مقابله بهذا الحجم خارج الديار ومنهزمين ويبرهنوا على هذه الشخصيه بحال هكا وعلى هذا الانضباط التكتيكي بحال هكا، ما يمكن لي الا نكون فخور بهم. حنا لوبجيكتيف عندنا بكل صراحه هو البقاء، حنا الحمد لله واصلين لوبجيكتيف ديالنا لحد الساعه فيما يتعلق بالنقط، وهذه نقطه ثمينه وثمينه كثير. ما تنخليش الفرصه تدوز بكل صراحه، باش يعني كما تنقولوا يعني صعبات علينا الامور. كذلك 3 مقابلات في اسبوع، حنا لعبنا يوم السبت في تطوان، ولعبنا يوم الثلاث في البلد ديالنا، ولعبنا اليوم الجمعة، فنقولوا اللهم هذا منكر يعني بكل صراحة. كيفاش تقدر انك حنا نلعبوا السبت ونلعبوا الثلاث ونلعبوا ثاني الجمعة وفي تطوان وفي الرباط ونجيو دابا لوجدة، يعني صعب. لكن الحمد لله في خضم الظروف هذه وفي هذه الصعوبات يعني نقطة ثمينة كثير، وكنتمنى لمولودية وجدة يعني حظ أوفر إن شاء الله. إي سيتي وي، هنيئا وقت التعادل، ولكن في ظل الظروف والمجريات ديال المقابلة ربما نقطة خير من صفر نقطة. لاحظنا واحد المجموعة ديال التحولات التكتيكية اللي كانت من خلال المقابلة، واش هادشي كان اون فونكسيون ديال الفريق المنافس ولا اون فونكسيون
ديال الشيء اللي باغيه طارق سكيتيوي بالضبط في هذه المقابله. كنشكرك على السؤال وكنشكرك على العين الثاقبه ديالك. كنظن بانه انا فاش كنا منهزمين كان عليا اننا نرجعوا علينا اننا نرجعوا في السكور، يعني خصنا نتعادلوا، ولكن باش تعادل كيخصك دير واحد النهج تكتيكي اللي ما يشجعش عليك الهدف الثاني، تحاول ما امكن انك توازي ودير واحد ليكيليبر بين هاد الجوج بانك ترجع في النتيجه وبانك ما يشجع عليك الهدف الثاني، انك انت تكون طري فاطل بالنسبه لينا وكانت تلعب واحد ترخيب الظلال ديالها على الكوتي مونطال ديال اللاعبين وكان يمكن تمشي المقابله بين يدينا. فكنظن بان كانت عندنا الشجاعه باش اننا كما قلت لك ماشي من السهل باش اننا 45 من كلها لعبوها باربعه 3-2، يعني ما درناش 4-4-1 او 5-0 ولا شي حاجه، بغينا نلعبوا على المرتدات او نلعبوا على ليكود بيريتي، ولان بغينا اننا نبقاو واخا في النقص العددي اننا نفورسيو ليكيب ادفيرس، اننا نبريسيو ليكيب ادفيرس بدوز اتاكوم وراهم ثلاثه ديال لي ميليو تيران. حقيقه انا بالنسبه لي ميليو تيران كتصعب الامور لان خصهم يغطيو واحد لارجور اللي كتكون كتكبر، لان من قبل كانوا عندهم اربعه ديال اللاعبين لارجور كتكون اقل، وكان على خصوصا على الاجنحه على لي باك انهم الاظهره اليمين واليسار ان يكون عندهم واحد القوه كبيره باش انهم يطلعوا يساندوا ويرجعوا يعاونوا في الدفاع. كنظن بان سعيد كثير بهاد لا بريستاسيون اللي داروا اللاعبين في هاد الصعوبات. بعد ذلك يعني فاش خدينا تعادلنا وخدينا واحد الهدف مره اخرى للاسف بطريقه يعني سذجه اللي كانت تهرس المجهودات ديال هاد اللاعبين كاملين، فمره واحده اخرى انتقلت ل 3-3-3، يعني ثلاثه مدافعين ثلاث وسط ميدان وثلاث مهاجمين، يعني خرج مدافع وزت مهاجم والحمد لله ربي وفقنا ما خيبناش. ولو ميريت كامل مره واحده اخرى تنقول لك المدرب يمكن لي ندير انا بزاف ديال القراءات، يمكن لي ندير بزاف ديال العمل، لاني بكل صراحه خذوها مني راه اللاعب في وسط الميدان هو اللي كيدير لو ريزولطا، هو اللي كيدير الاشياء اللي جيده. حنا يمكن فقط كننزلوهم في السكه الصحيحه، حقيقه ان كاين عمل كبير خصو يدار باش تنزلوهم في السكه الصحيحه وتبقى مواكبهم باش ما يخرجوش من السكه الصحيحه، لكن لو ميريت بكل صراحه لو ميريت كيرجع للاعبين. اخر سؤال لاباس بخير طول عمركم. انا عندي واحد التساؤل في اللقاء صراحه احد الاعلاميين لراديو مارس الاعلاميين تاع تواك قال لهم المولوديه فريق قوي لكن سنفاجئهم سنخلق المفاجاه. الحقيقه خلقت المفاجاه. تلعبوا مزيان وتربحوا يعني انا نقول لك برافو عليك، النتائج نتاع تواكا خالع البطوله حق ولا لكن منذ بدايه البطوله ظهرت بان كاين الفريق كيلعب بواحد الخطه اللي معنا بعدا ما قشت فيها والو الا ما فهمتش الله واحد، خطه غريبه عجيبه ولا يظهر الهجوم من الدفاع، يعني كل شيء هجوم كل شيء دفاع، ما هل هناك لغز في هذا يعني؟ وواحد القضيه اخرى الا كان شي لغز انا منظر بلي اين اختفت اللمسه نتاع التي عاهدناها خاصه مع النهضه البركانيه وبين قوسين، انا نتاسف بلي النهضه البركانيه ما بقيتش معها انت مدرب. مره واحده اخرى كنمثل لك كل الاحترام وكل التقدير وكنحييك حتى انا بدوري، فتحدثتي لي على بركان كنمثل لها كل الاحترام وكل الحب، ومن هذا المنبر كذلك كنوجه التحيات ديالي للمسؤولين للاعبين للناس اللي في الاداره والجمهور، فريق عظيم مدينه عظيمه قضيت معهم اوقات اكثر من رائعه، فكنتمنى لهم حظ سعيد. اما بالنسبه للسياق ديال السؤال كنظن على انه كره القدم الحديثه ولا بكل صراحه ولات فيها الكوتي اوفنسيف 50% الكوتي ديفونسيف 50% وكتعتمد خصوصا على لا ريكونفيرسيون ديفونس اتاك اتاك ديفونس، يعني الفريق اللي كيقدر يكون اون بلوك كومباكت تري كومباكت ميم، ولكن واش كنقولوا كومباكت خصو يكون لي تروا كومبارتيمون لاتاك ميليو تيران ولا ديفونس يكونوا كومباكت ثلاثه بهم، ما يكونش كومباكت على دو كومبارتيمون يكون كومباكت على لي تروا كومبارتيمون ويكون كيتقن لا ريكونفيرسيون. كنظن هذه من الاشياء اللي عندنا حنا طيبه، انت كتشوف اللاعبين كيفاش كيتعاملوا، انت قلتي بان لقيتي صعوبه باش تعرف واش كيهاجموا ولا كيدافعوا، لان الكل كيهاجم الكل كيدافع، مي حنا خدينا من بدايه الموسم خدينا واحد 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 العهد على نفسنا باش اتحاد تواركا يولي عنده واحد البصمه. كنظن انه
بين عليها في اول مقابله ضد الجديده، بين عليها في ثاني مقابله ضد الرجاء، بين عليها في ثالث مقابله ضد ليفار، بين عليها ضد الوداد في الوداد مع الجمهور ديالو، بين عليها دابا في اخر مقابله في بركان. راكم شفتوا المقابله كيفاش دازت، وهادو راه كلهم لاعبين شباب اول مره. الا استثنيت الحداد ما كاينش معانا، استثنيت عمر هو اليوم ما كانش لاعب، فكنظن استثنيت عزيز اللي كنتمنوا له انه يرجع في اسرع وقت اللي من ثاني مقابله مشى. فاللاعبين كاملين اللي كاينين عندهم اول دقائق ديالهم في الدرجه الاولى، عاد كيعرفوا شنو هو البريمير ديفيزيون. فكنظن باش ان تكون عندهم مراحل اخرى شخصيه بحال هذه ويكونوا كيتعاملوا بهذه الطريقه هذه، فكنظن على انه وكذلك يولي في واحد الوقت وجيز واحد الطابع ديال الفريق ديال اتحاد التوارقه اللي كنلعبوا بان بلوك تري كومباكت، مي خصوصا كنلعبوا افيك ان بريسينغ اولترا اوفونسيف. وهذا كنظن على ان الناس كاملين يمكن لهم يشاطروا لنا الراي، لان كتبان كثير، بانت مع بركان راكم خصوصا في 6 ل 67 دقيقه ضد بركان راكم شفتوا كيفاش الفريق كنا كنديروا ان بريسينغ وكنديروا جيجن بريس كذلك، يعني لو كونتر ديال الفريق الخصم. مي كذلك مؤخرا في المقابلات الاخيره ولينا كنقدموا واحد الكره كيف ما شفتوا اليوم، كره جميله، كره قصيره بمثلثات و يعني اوريونتي فير لافو. وكنظن على ان هاد اللاعبين هادو ابتداء من السنه القادمه، لان مازالين في طور التكوين، غادي تشوفوا لاعبين اللي غادي يحمروا الوجه يكونوا ان شاء الله حتى في المنتخب ان شاء الله. شكرا. اذا ممكن الوقت راه كامل، ولكن سي رشيد ينازي مباشر والجواب يكون مباشر، واحد الوقت ما كاينش. طارق السلام عليكم. معروف على طريق السكتوي بانه مدرب تكتيكي يعني بامتياز، ويعني كيتعامل المباريات سويفون يعني لادفيرسير دائما، وكيقدر يبدل الخطط يعني في الاوقات تاع المباراه. والشيء اللي تاكد اليوم وشفناه في المباراه تاع مولوديه وجده، وكان تفوق واضح فريق اتحاد التوارقه رغم النقص العددي. السؤال ديالي، واش المجموعه اللي كتوفر عليها فريق اتحاد التوارقه كتساعد طريق السكتوي فاش يوضع الخطط التكتيكيه ديالو ويطبقوها يعني 100%؟ كنشكرك على هذا السؤال. شوف، حنا ماشي بحال بركان، ماشي بحال الوداد، ماشي بحال الرجاء، ماشي بحال المغرب الفاسي. حنا يعني واحد الفريق اللي ما عندناش امكانيات باش نجيبوا لاعبين متاحين وبواحد اموال طائله ولا هذا. حنا عندنا واحد فلسفه اخرى، هو لاعبين شباب اللي طلعوا واللي بانوا واللي نصبروا عليهم واللي نكونوهم واللي يلعبوا، وكذلك يبقى الفريق في الدرجه الاولى ويبداو هاد اللاعبين يتطوروا السنه اللي بعد والسنه اللي بعد. هذا هو الهدف ديالنا. فكنظن يعني لحد الان يمكن لي انني نكون سعيد مع هاد اللاعبين هادو، وعلى المدرب ان يتادبط، لان كل صراحه المدرب فاش كياخذ واحد الفريق خصو يدير واحد الاناليز ترانزاسيونيل ديال المجموعه ديالو في الاول، باش كيعرف شمن نوع ديال المجموعه، لا من الناحيه الفرديه لا من الناحيه الجماعيه، باش كتمكنوا على خلال هذاك الحصيله اللي دار كيدير هو طريقه ديال العمل اللي مواتيه مع داك المجموعه اللي عنده. لان المجموعه اللي كانت عندي في بركان ماشي هي المجموعه اللي عندي الحين، وماشي هي المجموعه اللي كانت عندي في تطوان، ماشي هي المجموعه اللي كانت عندي في المغرب الفاسي. يعني كيخصك دير واحد العمل ديالك اللي كديرو كيخصو يكون تماشيا مع لوبجيكتيف وتماشيا مع المجموعه اللي عندك. شكرا سي طارق، يحفظك.